هذا ماخذ جائزة أحلى دقوس سويت بالعالم. هذا في منه التشيلي وفي منه الجلي وفي منه البستاشيو. يقول لك خالي هذا ماخذ جائزة أحلى دقوس بالعالم. أحلى دقوس بالعالم؟ تعال جربه. جربه. خلنا أعطيكم رأينا الحين. فهد، أبو فهد، هذا كله سويت. تشيلي. وجلي. جلي. ومحلبية. لا 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 لا. كستر. لا. خالي خالي. تكفى لا تخرب إعلاني. شنو؟ ما تبي تأكله لا تأكله. أنت تقول جلي. هذا جلي وهذا تشيلي وهذا. محلبية. لا بستاشيو. ها؟ بكاشيو. مو بكاشيو. ايوه ليش هذا بطاط؟ ها شنو هذا؟ شنو هذا؟ شنو كذي؟ والله العظيم دبالك عاد بس مو زين بس خلص لا في شوية لا غلط يبقى فوق ثاني خلاص لا شنو هذا جاي هذا محلبية لا خلاص لا مو حركت السناب مو حركت الدقة مو حركت الشرع مو على الشرع على اليابة شفت اليابة اللي قال هذا عرف فلفل بالعالم الشرع على هذا ابو فيك هذا مو ماكل يومين اكيد هذا راح يحرقه اكيد هذا احر واحد فيهم لان هذا ما يغشمر أنا مو هامني إنك أنت إن أنت مراد على الشركة لا أنا سؤال واحد أنت اليوم مو زين تفوز واحد والله أنا أقول لك أبو ليان كلم شركة خيبوا لي كمية منها بعد عصير والله كلم خيبوا لي كمية والله صدق والله حق رمضان تمام عصير عصير شو قاعد يقول والله ما أدري يبي كمية والله يبي كمية حق الفطور ورا الفطور يصب عصير مصب تانك وبيمت وذيلي خوف شكل عليك غلط مو زين والله هذا مو زين عليك مو زين بس كثر منه كثر منه شنو قال؟ ما ادري والله هذا قوس؟ اي والله حسباي بيمتو عادي كذي عندك؟ ها؟ عادي عندك كذي؟ والله طحان شوف اوف 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 عمي حرام والله على الاقل خلوا لياب الدقوس هذا صاحب الشركه يستانس بدقوسها هذا على الاقل خلي خليه يعبي لكم انا ثاني يجيب لي اياهم الاسبوع الجاي ليش يا خزن؟ يلا حمد لا صدق عاد تغشمرون والله يني قاعد يتهاوشون من يصب اكثر يلا عطني هذا اي واحد بعد هذا الثالث هذا اخر واحد صدق ليش قاعد تسوي بعد انت؟ انا والله كاسر خاطري هذا ليش برا؟ ها؟ زين زولي ريحته دقوس صارت